أتيت اليوم لأوضح لها حقيقة الأمر، لكنها صدتني. اهدأ، لقد أعطيتك فرصة أفضل فانتهزها. انظري إلى أندي القوية الآن، فمن أجل واي سوف تقوم بتعلم الطهو. إذا تمت هذه الصفقة سأصرف لكل منكم مكافأة كبيرة. أندي، لا تنسي أن ترسلي الصور، سأنتظر. علي أن أشكر صديقتك التي أعطتني الفرصة أن أقابلك. سمعنا أن تان سيحضر مديراً جديداً، ولم نتوقع أن تكوني شابة بهذا الشكل. أنت رائعة. شكراً لك. أنا يجب علي أن أذهب الآن. شرفت بك. مرحباً، أنا ذاهب إلى العمل. أين أنت؟ أنا في حفل ممل وأساعد فان في التخلص من حبها الضائع، ويبدو أن هذا يأتي بثماره. هذا رائع، لكن من الواضح أنك حزينة جداً. أنا مسؤولة. هذا؟ إنه السيد باو،
رئيس إحدى الشركات. أعتذر منكما. هل أعجبت به؟ لا ينبغي أن تقول هذا. أنا رأيت الكل يرحب به بحفاوة. سيد تان، مرحبا باو. أنا كنت أبحث عنك. وأنت مختبئ هنا؟ أنا أصبت بالبرد. من هذه؟ دعيني أعرفك، هذا السيد باو رجل أعمال، وهذه مديرتنا المالية أندي. أندي؟ إن السيدة تان دائماً ما يتحدث عنك، لكنني لم أظنك بهذا الشباب. أنا لست شابة، صغيرة، وقد أكون أيضاً أكبر منك سناً. هذه بطاقتي. أعتذر، لم أحضر بطاقتي. أنا سأذهب الآن. إلى اللقاء. رائعة. إنها ليست معتادة على هذا الأسلوب في التواصل مع الناس. أنا لم أتخيل امرأة بمثل ذكائها، لذلك أنا معجب بشكل كبير بشخصيتها المميزة. أعتذر، سأذهب. لما العجلة؟ ما زال هناك بعض العروض. أشكرك. إذن سأوصلك. لدي من يوصلني؟ رجل أم سيدة؟ سيدة. انتبهي لنفسك. وداعا. هذا الرجل الجميع يحاول التحدث معه. حقا ساحرة. لقد اصطدمت به من غير قصد، فأنا لست مثلك تستطيعين التحدث طوال الأمسية. إن لفت انتباه هذا الرجل أمر صعب حقاً. في الحقيقة إنه شخص قوي للغاية، لكن وجودك اليوم جعلني أشعر بالاطمئنان أكثر. بطاقة من؟ باو آيفان. باو آيفان؟ سمعت أنه أحد رجال الأعمال، لكنني رأيت مجلات تصنع مثله. من الواضح أنه شخص شهير. هذا رائع. هذه بطاقتي الأخرى. أتريدان شرب القهوة؟ ما زال الوقت مبكراً. ما زال لدي أمور لأنهيها. هذه البطاقة بها اسم ورقم هاتف، ورقم فقط في الأخرى، لكن لكن الرقمان مختلفان. لماذا يعطيني بطاقتين؟ معنى ذلك أنه يعتقد أن لديك رقماً شخصياً وهو يريد الحصول عليه. أنت حقاً مليئة بالسحر والجاذبية. هذا الرجل يراني مجرد آلة لجلب المال.
كلامك هذا ليس حقيقياً. هذا الرجل ما إن رآك جميلة لم يستطع مطلقاً تجنب الإعجاب بك. الأفضل الآن أن توافقي على قضاء الوقت برفقته، وربما يمكنكما العمل معاً. صدقيني سيكون الأمر رائعاً. فان، من أين أتيت بهذه الثقة؟ سأشرب القهوة معه فقط، لأنه يملك المال كما أنه شاب وسيم، وهذا ما يسمى بالرجل المثالي، أليس كذلك؟ في الحقيقة الأمر بسيط للغاية. إن لم يكن هناك السيد وي لكنت فكرت بهذا الرجل. حتى إن لم يكن هناك وي لا يمكن خداعي بتلك الطريقة، أنا لست من هذا النوع. لم تستطع فان الإجابة على أندي بأي شيء. متطلبات الأشخاص ليست متماثلة، إنها مقتنعة بشخص رائع مثل السيد المثالي الذي وقف أمام السيارة منذ قليل، فبالنسبة إليها هذا هو الرجل المثالي حقاً. فان، هناك سيارة تتبعنا. يبدو أن هذا الرجل سيظل يطاردنا. لقد اتضح لي الآن أنك مليئة بالسحر والجاذبية. أندي، لديك البطاقتان. إن حرارة جسم الإنسان دائماً تكون 37، وإذا قسنا درجة الحرارة خارج الغرفة ستكون 15 درجة. هذا التفاوت في درجة حرارة الجسم يؤثر على مادة الكولاجين، فلتعلم أن الوقت قصير للغاية، ويجب أن تنقذ حرارة جسدك، لأنه كلما زاد التفاوت زاد الخطر. يجب عليك أن تحافظ على نفسك. أنا أريد فقط أن أحصل على وقت لنكون معاً، فليس أمامي في شنغهاي سوى 3 أيام فقط وسأرحل. سأجعل سكرتيري يتصل بك ويحدد موعداً، لكن لا أعرف بأي رقم يتصل. الرقم الموجود في البطاقة الأولى. أنا سررت بلقائك اليوم. وأنا أيضاً. واو. لقد أوقفته. ربما نيته التحدث في العمل. يجب أن يقرر هل اللهو يريد أم العمل. إذا أراد العمل يجب أن يكون أكثر جدية. ما قام به للتو ليس أمراً لائقاً مطلقاً. لقد جعلني أشك في نواياه كثيراً. إنه أخطأ التصرف. إنه فقط لم يعرف أنك مختلفة عن أي امرأة قد رآها من قبل. يجب أن تفكري في الأمر جيداً. في النهاية أندي، هذا الشخص أحد عملائكم المهمين. لا يمكنني أن أقرن الأمر بالمال. لولا خبرتي لما استفاد مني شيئاً. إن معاملة هذا النوع من الرجال غير الصادقين بهذه الطريقة يكسر غرورهم. لقد سار خلفك حتى يتحدث معك وتقولين إنه مغرور؟ إنه يرغب به الكثير من الفتيات، ها؟ ومع ذلك يريد أن يكون برفقتك.
إذا كنت لتعرفين الغرور فلتنظري إلى شياو. الأمر يخصها هي، فالغرور لا ينبع من الشخص نفسه، بل ما يملكه هو ما يجعله هكذا. هذا الكلام ليس له فائدة، لابد أن تسيري الواقع، وإلا ستظلين بمفردك على الدوام. مرحباً سيد تشو. لقد وصلنا للتو. أجل أجل. حسناً، فلتنتبه لنفسك. وداعاً. هتفك بهذه السرعة؟ لم أتوقع هذا أبداً. إنه يطلب مواعدتي هذا الأسبوع لنتناول الطعام معاً. معقول؟ لقد دعاها إلى الطعام معه. أعتقد أنه يمكنني إعطاء الدعوات المتبقية لتان. ألن تواصلي التجربة؟ أنا لن أضيع وقتي في ذلك الأمر. فلنجعل تان يهتم بكل هذا. إنه حقا رجل مسكين. أنت تفرح بمصائب الآخرين كثيراً. هذا الأمر لا يحدث إلا مع تان فقط. أحسده لأنه دائماً موجود معك. تحسده؟ في الماضي لم أكن لطيفة في التعامل مع الآخرين، وكان تان يتحمل تصرفاتي دون تذمر. حسناً، إذن دعينا لا نتحدث أكثر من ذلك. سوف أتركك ترتاحين قليلاً. سلام. سلام. ما هذا؟ هذه قائمة التكاليف، هذا أقل سعر بالنسبة لي، إنه الاختيار الأمثل لك. كيف هذا؟ الجميع يريد أن يكسب المال، وأنا أعرف أنكم تحاولون الوصول إلى شراكة جيدة. هناك من يمكنهم إعطاؤك سعراً أعلى، لكن سيستغلون الظروف لكسب المال، لذلك أنا سآخذ 200,000، وأعدك ألا أفعل ذلك من وراء ظهوركم. بهذا الشكل سوف توفر وأنا أيضاً سأوفر. يبدو أنك بالفعل ذكية، لكن إذا تغير هذا البند فيجب أن تتغير البقية أيضاً. أعجزي لي تذكرة العودة. هل ستعود؟ أنا يجب أن أعود الآن، وإلا من سيبلغ الشركة بالأمر حتى نوقع معك العقد؟ هل توافق على إعطاء المشروع؟ كان يجب أن أعرفك عن قرب أكثر، والآن علمت مدى التزامك في عملك. هذه 100,000 جعلتنا نرى قدرتك على اتخاذ القرار، لذلك أنا أوافق على إعطائك المشروع. كيف الحال؟ غير معقول، لم يتبين لنا أي شيء. يبدو أننا لم ننجح بالأمر. انتظر. ماذا هناك؟ شياو، ما الأمر؟ هل قال هذا العميل أي شيء؟ شياو. شياو.
انتهيتي مبكرا. لقد أتممت المشروع ووي ليس هنا، لذلك ليس هناك من أضيع الوقت معه. متى سيرجع؟ بعد أسبوع، ويجب أن أستريح قبل أن يأتي. ماذا عنك؟ جيدة. عدتما، سأخبركما أمراً. لقد وقعت للتو على عريضة ماكينة صنع القهوة، وهذا سوف يزيد من راتبي، لذلك أنا الآن لست بحاجة إلى أبي وأمي ليرسل المال لي. قمت ببيعها من خلال الإنترنت بهذه السهولة؟ إن من اشتراها أحمق. لقد أتى إلى المقهى من قبل، لذلك لم يكن متردداً على الإطلاق. يجب أن أوصلها إليه غداً باكراً. أنا أتمنى أن تجعله طريقتي الحسنة في معاملته يأتي مرة أخرى إلى المقهى. أنا فخورة بك جدا. يبدو أن هذا العمل يناسبك كثيرا. من الجيد أنك بدلت وظيفتك. تسيرين على الطريق الصحيح. استمري في الاجتهاد وسوف تتقدمين وتثبتين مكانتك، وبهذا الشكل ربما يمكن أن يكون لديك مكتب خاص بك. لا أريد الحصول على مكتب، أريد فقط أن أتعامل مع العملاء مباشرة. لو كنت عملت في المكتب منذ أن تخرجت كنت سأجني أموالاً كثيرة من هذا العمل، لكن الآن أعتقد أنني سوف أنجح فيه بكل تأكيد. تشجعي. لم تكن أندي معجبة بينج فقط. منذ شهرين كانت تسعى بلا هدف واضح، وخدعتها كل النجاحات في الحياة. الآن أصبح لديها تفكيرها الخاص. الحياة هي المعلم الحقيقي، فمهما كانت شروطك ومتطلباتك فقط يجب أن تجتهد، وحينها سوف تجد الطريق المناسب لك في الحياة. تريد زيادة الإيجار؟ أنا ليس لدي كل هذا المال. اهدأ، سأحلها. أيمكنك التهاون معنا قليلاً؟ نحن لدينا التزامات كثيرة، ولذلك لا يمكننا دفع المبلغ الذي تطلبينه. هل يمكنك أن تخفضي المبلغ قليلاً؟ أجل، أنا أعلم أن الإيجارات زادت، أنا فقط أتمنى أن تخفضي المبلغ. ما الأمر؟ لابد أن ندفع الإيجار، وإلا سنغادر المنزل. ومن أين سأحضر لها كل هذا المال؟ ليس لدينا أي حل آخر. هذه المرة ليس أمامنا خيارات. ربما أحد من شراء الكتب التي أحب. وماذا عني أنا؟ كيف سأقوم بادخار المال؟ أنا أعتقد أن تناولنا الطعام في الخارج أمر مكلف، فأقل وجبة تكلفتها 12 يواناً، لكن إذا صنعنا الطعام بالمنزل فلن يكلفنا كثيراً. ما رأيكما في هذا الاقتراح إذن؟ أنا لا أتناول العشاء. وأنا لا أكون بالمنزل لأنني أعمل لوقت إضافي، وفي الصباح أتناول بعض الحليب فقط. أيضاً لن تكوني مرتاحة إذا صنعت الطعام في هذا المطبخ الصغير، ولأنك ستفعلين هذا بمفردك فنحن لن نستطيع تحمل مصروفات الغاز معك. ما رأيكما أن أذهب إلى المعرض وأرى هل توجد القدر الكهربائية؟ سوف أشتريها وأستخدمها لأصنع بها طعامنا في الصباح والمساء، وبهذه الطريقة سوف نأكل وجبتين يومياً فقط. إنه يجب علي أن أدفع الإيجار ولا أعرف حقاً كيف يمكنني توفير المال، فماذا سأفعل؟ فان جوان، لن أتخلى عنك. وأنا أيضاً مع الأسف. جوان، جوان، انظري معي ما هو الموجود بالمعرض. برأيك أي واحدة هي الأفضل؟ فلتشتري الصغيرة. أهلاً فان، هل أنت منشغلة؟ تريدين مالاً آخر؟ أنا فقط
أريد أن أسألك متى سوف ترسلين المال؟ أنا أعمل لوقت إضافي، فلنتحدث لاحقاً. حسناً، لقد فهمتك. أهلاً سيد تشو. عزيزتي فان، هل ما زلنا على موعدنا غداً؟ أجل. حسناً، إلى اللقاء. لا تحاولي توفير المال من أجلي. أنا أتبع حمية ما، أريد فقط طبق الحساء الأسباني. حسناً. بهذه البساطة؟ فلتضيفي لنا طبقين من شرائح اللحم. أما عن الحلو فأنا أريد أن أتذوق أفضل كعكة تعدونها بهذا المكان. حسناً. افتحي لنا زجاجة نبيذ. شكراً. العفو. لن نستطيع تناول كل هذا. تناولي ما تحبينه. ماذا ستفعلين في العطلة؟ لم يكن لدي الوقت لأرتب المنزل، سأحاول فعل ذلك في العطلة. هذا ليس عدلاً، سأصطحبك غداً. ها؟ سنذهب للعب الجولف، ثم سنتناول الطعام، وبعد ذلك أتريدين شيئاً آخر؟ أتوجد الآن أفلام جيدة؟ حسناً. لماذا جئنا هنا؟ لقد أنهينا المشروع، فلماذا لا نأكل وجبة رائعة من أجل هذا؟ اطمئن، أعرف أن لديك عملية مساء، سأوصلك. حسناً، سأدعوك إلى هذا الطعام. حسناً، كما تريد، هيا بنا. تفضل. شكراً. قائمة الطعام. شكراً. الرجال أولاً. حسناً. لا يمكن. هذه المصادفة. هذا غير معقول. ما الأمر؟ انظر. إنها جارتي بالمبنى، تدعي امتلاكها للشقة لكي تخدع الرجال. يبدو أن هذا هو أحد ضحاياها، سأذهب لأحييها. لكن مهلاً مهلاً مهلاً، شياو شياو. فان، ما هذه المصادفة؟ من أنت؟ ألا تعرفين جيرانك؟ هذا السيد، هذا ما بك؟ دعني أضحك ولا تسألني عن أي شيء الآن. في الطبق السفلي هناك مستأجرون، لست على علاقة بهم. ما فعلته هو الصواب، رائعة. شو؟ أخبرني. ماذا؟ تعرفها؟ إنها شقيقة أحد أصدقائي. إنها حقاً شخصية سخيفة وتتسبب في الكثير من المتاعب. من الأفضل لك ألا تعرفيها أبداً. نخبك. قولي، من الذي يجلس مع فان؟ من؟ إنها تجلس مع شقيقي. هذا أكثر موقف إضحاكاً تعرضت له. كيف تقابل بهذه الطريقة؟ طبقاً لمعرفتي بأخي،
أعلم أن فان ستعود إلينا باكية مرة أخرى. ها؟ ادعت أنها لا تعرفني؟ لذلك ما أن رأتني تجمدت في مكانها. رجاءً لا تثيري المشاكل. تفضلي. فلنتناول الطعام. شكراً. العفو. سوف أتفرغ أولاً وسترى كيف سأقوم باللعب مع فان. صحيح. إذا كنت متفرغة سأصطحبك هذا الأسبوع. سنذهب لنحضر حفلة. أي حفلة؟ إنها فرقة من شانغهاي تعزف فقط موسيقى كلاسيكية. سيكون هناك الكثير من الأجواء المختلفة، وأيضاً هناك مفاجأة. لا أحبها، فلتنسى الأمر، لا أريد الذهاب. جوان، فلتضعي هذا اللحم أولاً ها هنا لتقليه. هكذا ضعي هذه الأغراض في الثلاجة. فان! نعم. تعالي بسرعة، لقد اشتريت من السوق الكثير من الطعام وأيضاً جميع أغراض المطبخ. يا جوان، ضعي اللحم في الثلاجة الآن. هيا، اللحوم المجمدة ستوفر نصف المبلغ الذي ندفعه يا فان في الخارج. أما المأكولات المملحة، هل تعلمين كم كلفتني الواحدة؟ كوي ونصف. أختي فان، انظري إلى ما تفعله، إنها حقاً رائعة. يا يينغ، أنا حقاً معجبة بحماسك هذا كثيراً. أنتما لا تعرفان كم تعبت من أجل أن أحمل هذه الأغراض إلى هنا. بالطبع، حمل كل هذه الأغراض وإحضارها إلى هنا أمر ليس سهلاً. لقد قامت بإحضار كل هذه الأغراض بمفردها، إنها حقاً قوية للغاية. أوه، قمت بالطهو أيضاً. من يريد أن يتزوج بجميلتنا يينغ يجب عليه أن يبذل الكثير من الجهد. فان، سوف أحضر لك هذه البطاطس الآن. ماذا تفعلن؟ أنتن دائماً يعلو صوتكن بهذا الشكل المزعج. ماذا تريدين؟ لم ننتهي مما فعلته مع فان في المرة الماضية. أي أمر فعلته أنا؟ فان، هل يحتاج وجود رجل بجانبك أن تدعي عدم معرفتك بجارتك؟ أعتذر، لقد شعرت أنني لا أعرفك أبداً. تبدين غاضبة، ألست أنا من ساعدك في معرفة أن سيارة زميلك هذا مستأجرة؟ ألا تريدين أن تعرفي ما إذا كان هذا الرجل متزوجاً أم لا؟ إنني أعرف كل شيء يخص عائلته، ألا تريدين أن تعرفي؟ لا أريد مساعدتك. هل أنت متأكدة؟ فان، فلتنتبهي كي لا تصابي بأذى وأنت تلعبين بالحجارة. أحب اللعب بالحجارة، ولا يعنيك ماذا أفعل في حياتي أبداً. حسناً، ليس بيدي حيلة، لكن ما العمل؟ إن رقم هاتفه أعرفه، وأيضاً جميع أصدقائي يعرفونه. أتفهمين ما أقول؟ ما الذي ستفعلينه؟ اطمئني، ليس لدي الوقت الكافي لأهتم بأمورك، فقد أصبح هذا الأمر بالنسبة لي في غاية الغباء. وداعاً، أراكن قريباً. شياو، لماذا تحاول إزعاجك دائماً؟ إنها مريضة. أنا لا أستطيع التحمل إذا رأيتها، إنها لا تطيق أن ترى أحداً بخير. سأعطيها هذه الحقيبة وأنزل على سيدة الفور. سيدة شياو، هذا الرجل يبحث عن السيدة جوان، لكنه لا يستطيع مهاتفتها، لذلك أنا مضطرة أن أقوم بمنعه. حسناً، إن جوان هناك
إنه شقيقها، لقد تذكرت، أنا سأوصله. شكراً لك. أنا سأذهب. أنت السيدة شياو، صحيح؟ أتعرفني؟ أعرف جميع من بالطابق 22، هذا الطابق مليء بالسيدات الطيبات. لكنني لست كذلك، تشجع أيها الصغير، أنا أراقبك عن كثب. فان لا تهتمي لأمرها، إنها لا تستطيع فعل شيء سوى إثارة المشاكل، إنها سببت المتاعب للجميع. انظري إلي أنا وبي والسيد وانغ وأيضاً السيد واي، لقد حاولت مضايقته لكنه لم يلحظ. هذه هي شياو. ها؟ يينغ فان. سيد لين جوان، كيف أتيت هنا؟ هل هناك خطب ما بالبوابة الخاصة بنا؟ لا يوجد، إن شياو قد ساعدتني على الدخول. هل أعطتك رقم هاتفها وأخذت بطاقتك؟ لا، لم تفعل أي شيء مما تقولينه، لقد أوصلتني وذهبت على الفور. لقد علمت أنكن تحببن تناول الجوز، ولذلك اشتريته لكن لنتناوله معا، إنه لذيذ. جوان، إن هذه وجبات خفيفة يمكن لك أن تأكليها أثناء مباشرة عملك، ستكون مفيدة لك. لا داعي، سأهتم بأمري. جوان، ماذا تقولين؟ خذيها، ستحتاجينها. إنه شيء بسيط. صحيح، لدي تذاكر لحفل موسيقي سيقام اليوم، أعتقد أنه يمكننا الذهاب. سمعت أن هذه الفرقة حقا رائعة، سأضعها هنا. جوان، أطلبي منه أن يتفضل بالدخول. لين. لا داعي، إن لدي تذكرتين يجب أن أقوم بإيصالهما، لذلك يجب أن أذهب. أعتذر كثيرا، سأصطحبك إلى الأسفل لئلا تزعجك الحارسة. إنني أشكرك. وداعا يا فان. وداعا يينغ. وداع. إلى اللقاء. إلى اللقاء، سأعود فورا. أشعر أنكن لا تحببن شياو. لا أعرف لماذا، كلما أتى رجل ورأته شياو مصادفة قامت بفعل الكثير من الأمور السيئة، لذلك الجميع يبتعد عنها. إذن فأنا محظوظ للغاية. أيتها القطة، ماذا تفعلين؟ تعالي. هيا سر. هيا بسرعة. جوان، جوان. لين، اذهب أنت. إلى اللقاء. سوف أرحل. حسناً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تعالي. لماذا لا تتناولين طعامك؟ هيا تناولي طعامك، عادة تأكلين أكثر من هذا، فلتأكلي. شكرا لأنك ساعدت لين للتو. سأسافر غدا، الخبراء يقولون إن الطقس سيكون باردا، كما أن القطة سوف تجوع، أيمكنك أن تساعديني في إطعامها؟ حسنا، سأهتم بإطعامها. وهذه قطتي المفضلة، يجب أن تهتمي بإطعامها جيداً. حسناً، لقد فهمت، إنها خائفة، يجب أن تتأكدي أنها شبعت، وإذا لم تجديها فلتبحثي عنها. تعرفين أين تكون؟ أنت اصطحبتني من قبل إلى هذا المكان. شكراً، أحبك. هيا فلتأكلي. لماذا
تقومين بمحاولة إزعاج أختي فان. أنت دائماً تجعليننا جميعاً نكرهك. هل أنت سعيدة بما تفعلينه وراضية عن نفسك هكذا؟ هل أنت محامي فان؟ لقد ذهبت إليها حتى أحذرها منه، لكنها لم تصدقني. تحسنين معاملتي في الحقيقة، فأنت بمثابة أخت لي، أليس كذلك يا فان؟ شكراً لك على التذكرة، إن فان كان لديها الوقت لتأتي معي. هذا رائع حقاً. إنني لا أريده، ستأخذه الآنسة. ما الأمر؟ أخيراً أجبت، لقد جعلت القلق يقتلنا. جيد أنك بخير. أعلمت ما حدث لأخيك؟ من أرسلها؟ السيد باو.